السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في نونا هاند ميد. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة معانا فيديو جديد من مشغولات الخرز بإذن الله يعجبكم. في البداية أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، عام دراسي سعيد بإذن الله على الجميع. هنعمل مع بعض النهاردة مقلمة من الخرز، هنكتب عليها اسم سلمى. تقدري تكتبي الاسم بقى في الجنبين، تقدري تحطي أي رسمة في الجنب التاني وجنب يكون عليه الاسم. هنعمل مع بعض الجزء اللي عليه الاسم، وباقي الأجزاء هنزل لكم الفيديوهات بتاعتها في صندوق الوصف لأنها متكررة عشان ما نطولش عليكم الفيديوهات. أنا هشتغل بالخرز الدرس مقاس 10، لونين، اللون الأساسي اللي هو البامبا واللون الأبيض اللي هنكتب به الاسم، والخيط هيكون مقاس 70، سنارة مقاس 70. طبعا حسب فتحة الخرز بتحددي مقاس الخيط. فتحة الخرز عندي معقولة، فانا هستخدم الخيط مقاس 70. هناخد كده جزء من الخيط وهبتدي باللون البامبا. لو بتشوفوا القناة لأول مرة أتمنى تحطوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لي لايك للفيديو بإذن الله يعجبكم. هنبتدي بأربع خرزات مع بعض من اللون الأساسي اللي هو اللون البامبا. هشتغل 15 غرزة، هنشوف هندخل الألوان ازاي. بجيب طرفين الخيط على بعض كده الأربع خرزات، وبرجع في رابع واحدة تاني بالخيط علشان أكون حلقة، ومن جوه الحلقة بسحب الطرف التاني من الخيط علشان أعمل العقدة. وضروري طبعا نشد الخيط كويس وندخل العقدة جوه الخرزة بالشكل ده. تمام كده، دي غرزة رباعية. المرة دي هنعمل رباعي على واحد، فأنا طبعا محتاجة تلات خرزات. هجيب في طرف من الخيط خرزة وهروح للطرف التاني وهضيف خرزتين، وتاني خرزة من الاتنين بنرجع فيها ونعمل الحلقة، ومن جوه الحلقة دي بنسحب الطرف التاني من الخيط علشان نعمل العقدة بتاعتنا بالشكل ده. وبكده نكون عملنا الغرزة الرباعية رقم 2 في السطر بتاعنا. تمام، دي تاني غرزة رباعية. همشي بنفس التسلسل، 12 غرزة رباعي كلهم هيكونوا من نفس اللون اللي هو اللون الأساسي اللون البامبا. أنا عملت 2، هعمل كمان 10 غرز باللون البامبا. دلوقتي أنا عملت شريط عبارة عن 12 غرزة كلهم من اللون الأساسي اللي هو اللون البامبا. 12 غرزة، الغرز هيكون عددها 15، باقي عندي 3 غرز. فأنا هبتدي أخد واحدة من اللون الأبيض واثنين من اللون البامبا. هحط الأبيض في طرف، الأبيض لوحدها في طرف، وهاخد الاثنين البامبا أحطهم في طرف مع بعض. الاثنين البامبا هاخد اخر واحدة فيهم وارجع فيها واعمل العقدة الحلقة بتاعتي، واسحب من جواها الطرف التاني اللي هو فيه اللون الابيض بالشكل ده. تمام، هبتدي اضيف كمان في الطرف ده واحدة ابيض لوحدها، والطرف التاني هضيف اثنين من اللون البامبا. ادي واحد اثنين، ارجع في اللي باللون البامبا واسحب الطرف التاني من داخل الحلقة علشان اعمل العقدة بتاعتي. الغرزة رقم 15 برضو هتكون 2 بامبا وواحدة ابيض، بس المرة دي احطهم كلهم في طرف واحد علشان هلف واطلع بالشغل بتاعي لفوق. فانا هاخد الاتنين البامبا كده الاول، وبعدين ادخل الابيض بالشكل ده علشان تطلع لفوق جنب الاثنين الابيض اللي فوق. تمام بالشكل ده، وبكده نكون خلصنا اول سطر معانا. يبقى الابيض طلعت فوق دلوقتي كده 15 غرز. نبتدي بقى نرتفع لفوق، الخيط طلع عندي من فوق اهو، نبتدي السطر التاني. هنبتدي السطر بثلاث خرزات، هنلف شغلنا كده وبعدين نيجي على الطرف اللي بره ده وهنضيف الثلاث خرزات. هبتدي بواحدة ابيض وبعدين اثنين من اللون البامبا، تالت واحدة دي هرجع فيها تاني واسحب اعمل حلقة، وبعدين اسحب من جواها الطرف التاني من الخيط.
واعمل العقد. تمام بالشكل ده. الطرف اللي فوق دوت هو اللي بحط فيه الخرز، والطرف اللي تحت هدخله في الخرزة اللي باللون الابيض دي بالشكل ده. الطرف اللي فوق ده هضيف فيه خرزتين وهيكونوا من اللون البامبا اللي هو اللون الاساسي للمقلم. ارجع فيه تاني واحدة واعمل الحلقة واسحب من جواها الطرف التاني هيعمل لي العقد. تالت غرزة معايا هضيف برضو خرزتين، واحدة من اللون البامبا واحدة من اللون الابيض. هدخل البامبا الاول وبعدين الابيض. كان معتاد بنوقع الخرز مش مشكلة. تمام كده تلات غرز معايا من الخمستاشر غرزة. هيتبقى معايا اتناشر غرزة هيكونوا كلهم من اللون البامبا. يعني هاخد الطرف اللي فوق وهضيف خرزتين بامبا، نرجع فيه تاني واحدة ونسحب الطرف التاني من الخيط ونعمل العقد بالشكل ده. تمام كل الغرز اللي باقية دي هتكون كلها من اللون البامبا، يعني كل مرة بضيف خرزتين لونهم بامبا. خلصت كده انا السطر التاني، كملته باللون البامبا لوحده كده من غير اضافة الابيض. هبتدي الف الشغل وابتدي ادخل، ابتدي السطر التالت. السطر التالت هيكونوا خرزتين من اللون البامبا وخرزة من اللون الابيض. هبتدي بالبامبا وبعدين الابيض وبعدين البامبا، ونيجي عند الخرزة اللي باللون البامبا الأخيرة دي ونعمل الحلقة ونسحب من جواها الطرف التاني من الخيط علشان يعمل لي العقدة. وتأكد تماما ان العقدة دخلت جوه الخرزة اللي احنا واقفين عندها اللي هي دي. ندخل في الغرزة التانية رقم اتنين وهبتدي باللون الأبيض وبعدين البامبا. نرجع في الخرزة البامبا اللي هي تاني واحدة ونعمل العقدة بتاعتنا. من الخرزة رقم اتنين لغاية الخرزة رقم تمانية، يعني اتنين وتلاتة واربعة وخمسة لغاية ما نوصل من بعد التانية لغاية رقم تمانية هيكونوا كلهم من اللون ابيض بامبا ابيض بامبا لغاية ما اوصل لرقم تمانية. بعد ما خلصت سبع غرز كلهم كانوا بدأت باللون الأبيض وبعدين البامبا، أبيض بامبا أبيض بامبا، سبع غرز بداية من الغرزة التانية لغاية التامنة بمجموع سبع غرز كنت بضيف خرزة أبيض وبعدين خرزة بامبا. نيجي للغرزة رقم تسعة وهتكون برضو خرزتين لكن هيكونوا الاتنين من اللون البامبا اللي هو اللون الأساسي، ونرجع في تاني واحدة ونسحب نعمل الحلقة ونعمل العقدة بتاعتنا وندخلها جوه الخرزة علشان نجمد شغلنا. الغرزة رقم عشرة، هندخل في الغرزة رقم عشرة ندخل الخيط وبعدين هنضيف خرزتين، واحدة من اللون الأبيض وواحدة من اللون البامبا اللي هو اللون الأساسي. دي الغرزة رقم عشرة. الغرزة رقم 11 هندخل برضو الخيط وهتكون زيها بالظبط. خرزة أبيض وخرزة بامبا وهنقفل في الخرزة اللون البامبا. دي الغرزة رقم 11. يبقى الغرزة رقم 10 والغرزة رقم 11 زي بعض، أبيض بامبا أبيض بامبا. الغرزة رقم 12 هستخدم برضو خرزتين بس هغير في الألوان، هاخد البامبا الأول وبعدين الأبيض، برضو خرزتين واحدة بامبا واحدة أبيض. دي الغرزة رقم 12.
ندخل في الغرزة رقم 13، هيكونوا خرزتين بس المرة دي هبتدي باللون الأبيض وبعدين اللون البامبو. نعمل العقدة بتاعتنا ونجمل على شغلنا عشان المجسم يطلع قوي. الغرزة رقم 14 هندخل خرزتين برضو بنفس الطريقة بالظبط، بس هيكونوا الاثنين من اللون البامبا اللي هو اللون الأساسي اللي بشتغل بيه، ونرجع في تاني واحدة ونعمل العقدة. الغرزة الأخيرة في السطر الثالث اللي هي الغرزة رقم 15 ببتدي ألف الشغل علشان أشتغل في الطرف اللي ناحية إيدي اليمين ده، وهيكونوا برضو خرزتين، واحدة أبيض وواحدة بمبة. بعد ما لفيت الشغل بتاعي عايزة الأبيض هو اللي يجي في الجنب، وبكده البمبة هي اللي هتكون في السطر من فوق بالشكل ده. كده كده احنا قفلنا السطر التالت. نبتدي بقى مع بعض السطر الرابع، ودايما السطر بيبتدي بثلاث خرزات، وانا هبتدي من اللون البامبا اللي هو اللون الاساسي، وبعدين نرجع في تالت واحدة ونعمل الحلقة، ومن جوه الحلقة دي بسحب الطرف التاني من الخيط واعمل العقدة، ودي تكون اول غرزة معايا في السطر الرابع. هاخد الطرف اللي تحت هدخله في الغرزة التانية او في الخرزة رقم 2، وهضيف المرة دي خرزتين. كل مرة طبعا هيكونوا خرزتين بعد كده، بس هنبدل في الالوان. هبتدي باللون البامبا وبعدين باللون الابيض. هقفل باللون الابيض، هرجع فيه تاني واحدة اللي هي اللون الابيض، واعمل العقدة بتاعتي. ندخل في تالت خرزة معانا اللي هي تالت غرزة اللي هي البيضة دي، وهنضيف برضو خرزتين، واحدة أبيض واحدة بامبا، بس المرة دي طبعا هنضيف الأبيض الأول وبعدين البامبا. نرجع في الخرزة البامبا ونسحب الطرف التاني من الخيط ونعمل العقدة بالشكل ده. الغرزة رقم 4 بندخل برضو الخيط، وهضيف خرزتين بس الخرزتين هيكونوا من اللون الأبيض، واحد اتنين. نرجع في تاني واحدة نسحب الطرف التاني من الخيط ونعمل العقدة. الغرزة اللي بعد كده اللي هي رقم 5 هيكونوا برضو خرزتين، والاتنين بنفس اللون اللي هو اللون الأساسي اللون البامبا، وبنرجع في تاني واحدة وبنعمل العقد. كده احنا عملنا 5 غرز. الغرزة رقم 6 بندخل في الخرزة البيضة دي، وبعدين بنضيف خرزتين، نبتدي بالبامبا وبعدين الابيض، وبنقفل باللون الابيض. الغرزة اللي عليها الدور بيكونوا خرزتين لونهم ابيض. نقفل بتاني واحدة برضو اللي هي لونها أبيض. تمام، كده احنا في الغرزة رقم 1 2 3 4 5 6 7. الغرزة رقم 8 هيكونوا خرزتين من اللون الأساسي اللي هو اللون البامب، واحد اتنين. نرجع في تاني واحدة ونعمل العقدة.
ادخل في الخرزة اللي عليها الدور رقم 9 افتكر، عد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 رقم 9 بامبا وابيض، هناخد خرزتين، نبتدي بالبامبا ونقفل بالخرزة رقم 2 اللي هي اللون الابيض. المره دي هنحط برضو خرزتين بس هيكونوا الاثنين باللون البامبا، يكونوا نفس اللون. البامبا بالنسبه لي هنا اللون الاساسي والابيض اللي بكتب بيه الاسم. الغرزه اللي عليها الدور برضو بضيف خرزتين، طول الوقت بضيف خرزتين، واحدة بامبا واحدة ابيض، ببتدي بالبامبا واقفل بالخرزة اللي باللون الابيض. المرة دي خرزتين برضو. هتكون باللون البامبا، الخرزتين هيكونوا باللون البامبا اللي هي الغرزة رقم 12. الغرزة رقم 12 هتكون باللون البامبا والخرزتين. نرجع ونسحب الطرف التاني من الخيط، 13 خرزتين، واحدة بامبا واحدة ابيض، ابتدي بالبامبا بعدين الابيض. الغرزة رقم 14 هتكون زيها بالظبط، برضو ببتدي بالبامبا بعدين باللون الابيض اللي هو اللي بكتب به الاسم. باقي معايا الغرزة رقم 15 والاخيرة في السطر الرابع، دخل الخيط بالشكل ده. كده انا وصلت لاخر غرزة، بلف الشغل عشان اسهل الدنيا على نفسي، وابتدي اشتغل في الطرف اللي لبره، وهضيف خرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون البامبا، وهقفل في الخرزة اللي باللون البامبا، واسحب الطرف التاني كده واعمل العقدة. وبكده اكون خلصت السطر الرابع، والخيط بدأ يطلع لي اهو من فوق علشان نكمل السطر الخامس. دايما بنبتدي السطر بثلاث خرزات، هبتدي بالابيض وبعدين البامبا وبعدين نقفل بالابيض، ثلاث خرزات. نرجع في الابيض اللي هي ثالث واحده دخلناها، احنا في السطر الخامس يا جماعه، وبعدين نقفل فيها. الغرزه الثانيه في السطر الخامس، كل الغرز طبعا بعد كده هتكون خرزتين باختلاف الالوان، هنضيف البامبا وبعدين الابيض. غرزة تانية بامبا ابيض، الغرزة التالتة كده احنا بنكتب في حرف السين. الغرزة التالتة هيكونوا خرزتين من اللون البامبا اللي هو اللون الاساسي، دي تالت غرزة معايا. كده ده حرف السين. رابع غرزة برضو خرزتين بامبا وابيض، نبتدي بالبامبا ونقفل بالابيض. الغرزة رقم 5 هيكونوا خرزتين بامبا،
الغرزة رقم 6، خرزتين برضو بس واحدة بمبة وواحدة أبيض. ادخل على الغرزة رقم 7 وهتكون خرزتين، واحدة أبيض واحدة بمبة، ونبتدي المرة دي بالأبيض ونقفل بالخرزة اللي هي اللون الأساسي اللي هي البمبة بالشكل ده. نيجي للغرزة رقم 8 وهيكونوا خرزتين من اللون الأبيض، واحد اتنين، خرزتين أبيض. دي الغرزة رقم 8، ده اللي هو حرف الميم. ندخل في الخرزة رقم 9 وهنضيف خرزتين من اللون البمبة اللي هو اللون الأساسي معايا. ولنهاية السطر كل مرة هضيف خرزتين لونهم بمبة. نهاية السطر الخامس دلوقتي هيكونوا كلهم من اللون البمبة. خلصت السطر الخامس زي ما اتفقنا، كملنا كده 1 2 3 4 5 6، اخر 7 غرز كانوا كلهم من اللون البمبة اللي هو اللون الاساسي. هلف الشغل بتاعي وابتدي السطر رقم 6. رقم 6 هبتدي اول 3 خرزات في السطر اللي هم اول غرزة هيكونوا باللون البمبة. يبقى دي الغرزة رقم 1 في السطر السادس. الخيط قرب يخلص. في فيديو على القناة للي مش عارف ولسه اول مرة يشتغل خرز، بشرح فيه ازاي اوصل خيط جديد علشان بس وقت الفيديوهات. دلوقتي انا عملت اول غرزة باللون البمبة، ضفت 3 خرزات. هعمل 10 غرز كلهم باللون البمبة. العشر غرز الاولانيين كلهم هيكونوا من اللون البمبة، يعني هضيف كل مرة خرزتين. اول مرة ضفت 3، بعد كده هضيف خرزتين 2 هيكونوا من اللون البمبة لغاية ما اوصل لعشر غرز. عملت 10 غرز من السطر السادس كلهم من اللون البمبة. الغرزة رقم 11 هي اللي هتكون مختلفة وهتكون خرزتين، واحدة بمبة واحدة أبيض. في خرزات بتكون مش مظبوطة. واحدة بمبة واحدة من اللون الأبيض بالشكل ده كده. باقي في السطر عندي 4 غرز. الغرزة 12 و13 و14 و15، ودول هيكونوا كلهم من اللون البمبة. يعني هاخد الطرف اللي فوق ده وهضيف فيه خرزتين بمبة، كل الأربع غرز هيكونوا بمبة. خلصت السطر كده اللي هو السادس، هلف الشغل بتاعي وهبتدي السطر السابع والأخير، وهبدأ بثلاث خرزات هيكونوا من اللون البمبة. 1 2 3 هيكونوا 3 بمبة. هرجع في تالت واحدة اللي هي اللون البمبة دي، واسحب الطرف التاني من الخيط واعمل عقدة. ودي كده اول غرزة معايا في السطر السابع والاخير. الاولى والتانية والتالتة هيكونوا بمبة، يعني هضيف هنا خرزتين بمبة وهنا برضو خرزتين بمبة. اول 3 غرز هيكونوا كلهم باللون البمبة. عملت 3 غرز من اللون البمبة في السطر السابع، اول 3 غرز كانوا بمبة. الغرزة رقم 4 هتكون بمبة وبعدين ابيض، خرزتين واحدة بمبة، وهنقفل في اللون الابيض بالشكل ده كده. دي الغرزة رقم 4. من الغرزة رقم 5 لغاية الغرزة رقم 15 كلهم هيكونوا من اللون البمبة، يعني بضيف كل مرة خرزتين لونهم بمبة. وصلت انا كده لنهاية السطر السابع وقفلته، وبكده يكون الاسم الجنب بتاع الاسم خلص معايا اهو، واضح خالص. سلمى.
الجنب التاني انا رسمت عليه كيتي، وده موجود برضو على القناة، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وطبعا التشبيك وتركيب السوستة برضو موجودين في فيديو على القناة، هسيب لكم صندوق الوصف. ولو حابين الفيديو اللي هو فيه الخيط بنوصله لما بيخلص معانا برضو موجود على القناة. بشكركم جدا للمتابعة، واتمنى الفيديو يكون مفيد ويكون بسيط وسهل عليكم. ما تنسونيش من صالح دعائكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.